عندنا تسجيل صغير للاعب نادي بيراميدز ابراهيم عادل يتحدث عن لقاء انيمبا القادم بمشيئة الرحمن مع بيراميد، ثم نلتقي مع الكابتن الكبير طارق العشري، ولكن بعد الفاصل. باذن الله نقدر نطلع كل اللي عندنا. احنا بقى لنا فتره مستوانا كان مذبذب، بس ان شاء الله الحمد لله رجعنا يعني، وباذن الله ربنا يكرمنا في الماتشات اللي جايه ان شاء الله نعدي الدور ده باذن الله. الحمد لله طبعا بحمد ربنا اول حاجه، وطبعا بمساعده اللعيبه الرجاله، طبعا اخواتي الكبار طبعا متعلم منهم. انا فضلت قاعد بره مركز لحد ما نزلت الحمد لله، وقدرت انفذ المدرب قال لي عليه، والحمد لله اهم حاجه ان احنا طلعنا الحمد لله بالمباراه دي، عشان ان شاء الله باذن الله لسه في شوط تاني زي ما انا قلت لك هناك في نيجيريا، وان شاء الله بس ربنا يكرمنا واحنا لسه ان شاء الله يعني باذن الله نحاول نطلع كل لعيب فينا، نطلع اللي عنده، عشان ان شاء الله انت شايف لعيبه كبيره كلها وخبرات واسامي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. والله زي ما قلت لك الحمد لله ده فضل من عند ربنا طبعا، وزي ما المدرب بيقول لي انا بنزل اعمل اللي عليا، سواء لعبت مهاجم حتى لو رجعني ورا مفيش مشكله، انا دوري ان انا انزل اعمل اللي عليا واجتهد، والحمد لله يعني ربنا بيكرم الحمد لله. والله انا يعني مركز مع فرقتي الفتره دي، وان شاء الله اطلع كل اللي عندي، عشان بس انا ما فيش اي حاجه من الكلام اللي بتتقال دي، وان شاء الله ربنا يكرمنا مع الفرقه ونقدر نحقق ان شاء الله رقم الكونفدراليه ان شاء الله. بنوعد ان شاء الله الاداره واللعيبه كلها رجاله طبعا، والناس اللي بتدعمنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في الـ